بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. النهاردة بناء على طلبات أبنائنا طلاب المرحلة الإعدادية بنقدم مراجعة ليلة الامتحان لمادة الكمبيوتر للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني. بنقدمها لكم في صورة ملخصة، صورة سهلة، في صورة مبسطة تقدروا من خلالها تلموا بمحتويات المنهج في حوالي ربع ساعة على الأكثر. أسفل هذا الفيديو في خانة الوصف سوف تجدون مادة الكمبيوتر في صورة أسئلة وأجوبة، نزلوها وضعوها وذكروها هتستفادوا 1000000%. تعالوا بينا نبدأ مع حضراتكم. الفصل الأول اللي هو الخاص بالبيانات أو الداتا، بنتكلم على ضع علامة صح أو خطأ. يؤخذ على لغة الفيجوال بيزك التعامل مع أنواع مختلفة من البيانات. هذه العبارة خطأ. جميع البيانات التي يتم إدخالها في برنامج لغة الفيجوال بيزك يتم تخزينها مؤقتا في ذاكرة الكمبيوتر عبارة صحيحة. جميع أنواع البيانات التي يتم حفظها في الذاكرة تشغل نفس المساحة التخزينية، هذه العبارة خطأ. المبرمج الجيد الذي يحسن ترشيد المساحة التخزينية في ذاكرة الكمبيوتر عبارة صحيحة. صورة الطالب يمكن تصنيفها ضمن البيانات الحرفية، هذه العبارة خطأ. كل بيان يخزن في ذاكرة الكمبيوتر بيشغل مساحة تخزينية ومدى معين حسب نوع البيان، هذه العبارة صحيحة. نوع البيان بيحدد حيز التخزين الذي يشغله في ذاكرة الكمبيوتر، الحد الأدنى والحد الأقصى لقيمته، هذه العبارة صحيحة. يقصد بمتغيرات في لغة الفيجوال بيزك هي مخازن بذاكرة الكمبيوتر لا اسم ونوع بيان، هذه العبارة صحيحة. الإعلان عن متغير في لغة الفيجوال بيزك يعني تحديد اسم ونوع البيان، صحيحة. الإعلان عن المتغيرات في لغة الفيجوال بيزك يساعد في ترشيد استخدام ذاكرة الكمبيوتر، عبارة صحيحة. الإعلان عن المتغيرات مسألة شكلية لأن لغة الفيجوال بيزك تتعرف على المتغيرات وتحدد نوعها، هذه العبارة خطأ. جملة الإعلان عن المتغيرات بيتحدد فيها اسم متغير ونوعه وقيمته الثابتة، هذه العبارة خطأ. الثوابت في لغة الفيجوال بيزك هي عبارة عن مخازن في ذاكرة الكمبيوتر لا اسم وقيمة لا تتغير أثناء سير البرنامج، العبارة صحيحة. القيمة النهائية للمتغير X بعد تنفيذ المعادلة، X بيساوي 3 زائد 2 ضرب 4 بيساوي 11. هناك أولويات للعمليات الحسابية، الأول الضرب هنا بالنسبة لهذه المسألة، 4 في 2 ب 8 زائد 3 11، العبارة صحيحة. يمكن استخدام الكلمة المحجوزة بايت كاسم لمتغير في البرنامج، هذه العبارة خطأ، زي دايمنشن والكلام ده لا يمكن استخدام الكلمات المحجوزة. علامة أو معامل التخصيص يساوي، يقصد بها التساوي الحسابي لطرفي جملة التخصيص، هذه العبارة خطأ لأنها تخصيص قيم وليس تخصيص حسابي. استخدم علامتي الهاشتاج إذا أردنا كتابة التاريخ أو وقت، هذه العبارة صحيحة. علامة التنصيص اللي هي الدبل كوتيشن تستخدم في حال كتابة قيمة نصية زي إيجت، هذه العبارة صحيحة. الكلمة المحجوزة في اللغة مي تشير إلى النموذج الحالي، هذه العبارة صحيحة. من شروط نطاق المتغيرات على مستوى الإجراء أن يكون أمر الإعلان والأوامر في مكان واحد، هذه العبارة صحيحة. السؤال الثاني اللي هو أكمل، يصنف قيمة مجموع درجات الطلاب أو مرتب موظف ضمن البيانات الرقمية الصحيحة، ديات رقمية عشرية. يتم الإعلان عن المتغيرات باسم الأمر كونست ودايم. يبقى احنا كده بنشوف الكلمة الخطأ وبنكتب الكلمة الصحيحة. يبقى يتم الإعلان عن المتغيرات باستخدام الأمر كونست، هذه العبارة الكلمة دي خطأ، بنكتب الصح بتاعها اللي هو دايم اللي هي دايمنشن. للإعلان عن مجموعة متغيرات مختلفة النوع يجب تكرار أمر دايم، في الحقيقة خطأ لأن بيتم تكرار آز. إعلان الثوابت كونستانت تبدأ باستخدام الأمر دايم، لأ إعلان الثوابت يبدأ بأمر كونست. يبقى إذن هنا بنحدد العبارة الخطأ وبنكتب العبارة الصحيحة بين القوسين. المعامل الحسابي اللي هو زائد يستخدم لإيجاد باقي القسمة، اللي هو المعامل الحسابي اللي هو القسمة يستخدم لإيجاد باقي القسمة الصحيحة، هذه العبارة خطأ لأن اللي بيستخدم لإيجاد باقي القسمة هو مود. المتغير العدد الذي يأخذ القيمة العددية من 0 إلى 255 هو شورت، العبارة دي خطأ لأنه هو بايت. نأتي بعد ذلك إلى علامة الأندرسكور توضع في نهاية سطر الكود لكتابة الكود. لما نيجي هنا وإن السؤال بيقول أكمل الجملة الآتية مستعينا بالكلمات التالية،
يبقى في دلوقتي كلمات هي موجودة والمطلوب ان تكمل بيها الجملة. علامة ايه تستخدم؟ توضع في نهاية سطر الكود لكتابة الكود على اكثر من سطر، هي علامة الاندر سكور. عند الاعلان عن ايه لابد من تخصيص قيمة له مع امر الاعلان، الامر اللي هو الثابت. العلامة ايه تستخدم كمعامل لجملة التخصيص؟ العلامة يساوي عند ادخال قيمة لون كلر او نوع خط فونت او صورة، فهذا يعتبر نوع بيانات متنوع. هنختار ايه؟ هنختار اوبجكت. المتغير من النوع انتجر، يقوم بحجز عدد كام بايت في الذاكرة؟ يقوم بحجز 4. السؤال الرابع، نختار من بين الاقواس، اختر اسم المتغير الصحيح. عندي اكثر من متغير، المتغير الصحيح هو فيرست نيم، ده المتغير الصحيح. جملة التخصيص يستخدم في تخزين قيمة فاريبل متغير او خاصية بروبرتي، هي كل ما سبق. القيمة المراد تخزينها في المتغير على يسار علامة يساوي، يمكن ان تكون عبارة عن تعبير حسابي او متغير اخر او قيمة مجردة، يبقى كل ما سبق. لعدم تكرار كتابة امر الاعلان عن الثوابت، هنختار ايه؟ هنختار التصنيف، او يتم التعامل مع التصنيف. ثابت حرفي يستخدم لاضافة مفتاح لادخال سطر جديد، هو الفي بي كريف، هو ده اللي بيستخدم لادخال سطر جديد، ويعتبر من الكلمات المحجوزة. يبدأ كتابة الملاحظات في نافذة الكود باستخدام سنجل كود أو كلمة ريم اللي هي ريمارك، اللي هي عبارة عن ملاحظات، يعني ما بعدها لا يتم تنفيذه. قيمة أسعار الأدوات المكتبية يمكن تخزينها أو تصنيفها كبيانات رقمية غير صحيحة. قيمة أسماء المواد الدراسية تصنف كبيانات حرفية. نوع البيان المخزن مؤقتا في الذاكرة اللي هو حيز تخزيني ومدى قيمته. بعد ذلك عندنا الصيغة الصحيحة للإعلان عن المتغير سالري. الصيغة الصحيحة هي الدايم، مسافة، سالري، مسافة آن، مسافة ديسيمال. ليه ديسيمال؟ لأن في علامات عشرية، بعض الناس بياخدوا مثلا 4225 و75 قرش، فكلمة ديسيمال عشان تسمح لك بوجود علامات عشرية. الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير عنوان سيتي، اللي هو سيتي ده عبارة عن ناقص، يبقى دايم يعني خصص لي سيتي اللي هو اسم المتغير از، وبعدين نوعه سترينج. الصيغه الصحيحه للاعلان عن المتغير الاسم اف اندر سكول نيم، هو دايم اف اندر سكول نيم از سترينج. الصيغه الصحيحه للاعلان عن متغير نوع ذكر او انثى اللي هو الجندر، النوع هقول له دايم خصص لي النوع جندر از بولين، ذكر ام انثى، صح ام خطا. يبقى البولين هنا، الاعلان هنا بيكون عن يا ابيض يا اسود، يا ترو يا فولس. الخطأ الذي يظهر بعد تشغيل برنامج بلغة الفيجوال بيزك بسميه ايه؟ ران تايم ايرور، بعد التنفيذ ران تايم ايرور. الخطأ الذي يظهر اثناء الكتابة اسمه سنتكس ايرور، يعني خطأ نحوي، سنتكس ايرور. جملة الاعلان الصحيح عن المتغير الرقمي صحيح اسمه واي، يبقى الجملة بتاعتي ضيم الواي از لونج. عند الاعلان عن الثابت الرياضي ط، نستخدم الكود، هنستخدم انهي كود؟ هنستخدم اهو ط اللي هو الباي، يبقى كونس لان ده ثابت، كونس عشان الاعلان انه ثابت. باي اسم المتغير اللي هو الط، از سترينج بيساوي قيمه 3.14 من 100. اذا وجد خطا في نتيجه حساب مساحه مستطيل في برنامج، يعتبر هذا الخطا لوجيكال ايرور، لان المعادله الايكويشن هنا خطا. رساله الخطا التي تظهر عند كتابه الكود دايمنشن اكس از تايب، هي رساله نحويه سينتكس ايرور، خطا نحوي. ليه؟ لان مفيش حاجه اسمها دايمنشن، هي دايم وليس دايمنشن. الناتج النهائي للمعادله واي بتساوي 12 ناقص 2 زائد 4 على 2. الاول في اولويات عمليات حسابيه الاقواس والاس والاقواس الداخليه وثم الاقواس الخارجيه والاس والقسمه والضرب اي مقرب ليساوي، والزائد والناقص يكون اقرب ليساوي. فهنا هو هنبدا بالقسمه ب 4 على 2 الاول، يبقى 4 على 2 فيها الاثنين، ثم بعد ذلك هتكون الاولويه ما بين الزائد والناقص، هناخد الناقص، يبقى 12 ناقص 2 10، 10 زائد 2 تطلع 16، الاجابه 16. الناتج النهائي للمعادله واي بيساوي 12 ناقص 2 زائد 4 على 2، الاول ما بين الاقواس 2 زائد 4 ب 6، وبعدين القسمه اقوى من الطرح 6 على 2 3، وبعدين 12 ناقص 3 يدينا الاجابه 9. الناتج النهائي للمتغير واي في هذه المعادله، الأول القسمة 12 4 فيها 3، والزائد والناقص يقوم أقرب لعلامة يساوي الناقص أقرب، يبقى 16 ناقص 3 يبقى 3، يبقى 13، 13 و2 الإجابة 15. نأتي بعد ذلك إلى الفصل الثاني التفريع.
بنتكلم على علامة صح أو خطأ بالنسبة للبرانشنج التفريع، ناتج التعبير الشرطي منطقيا ترو أو فولس، وهذا يتوقف على نتيجة أمر الشرط هل العبارة صحيحة. لا يسمح بكتابة جملة if then else على سطر واحد وبدون وضع end if، هذا العبارة خطأ لأنه بيسمح أنك تكتب في جملة if then else يتم تنفيذ الكود الذي يلي else إذا كان ناتج التعبير false، هذه العبارة خطأ لأن لازم يكون true عشان يتم تنفيذه. تستخدم select case في حالة وجود أكثر من احتمالين للتفرع، هذه العبارة صحيحة. يفضل استخدام جملة select case عندما يكون التفرع معتمد على قيمة متغير واحد، هذه العبارة صحيحة. نأتي بعد ذلك إلى الاختيار. أمر if then else هو أمر اختيار، ده أمر اختيار ثنائي، ده أمر اختيار ثنائي. لو فلان جاب درجة اعمل ايه؟ اكتب له ناجح وإلا يبقى راسي، بيبقى عندك ناجح وراسي بيبقى ثنائي. نهاية جملة if then else هتكون النهاية بتاعتها end if. الضغط على مفتاح اف 5 ده عشان نعمل عملية تشغيل البرنامج أو start debugging اللي هو التأكد من وجود أخطاء. لإظهار نافذة الكود، الكود اف 7 يبقى اف 5 لتشغيل البرنامج running أو start، اف 7 للكود، اف 4 ديت للخصائص. نهاية جملة select case end select. طيب بعد ذلك أجب عن الأسئلة التالية مستعينا بالصيغة موجود مع حضراتكم، السؤال ثم الإجابة، يا ريت نطلع عليها لأن أنا مش عايز أطول في وقت الفيديو. هنا هوت أجب عن الأسئلة التالية مستعينا بالبرنامج. عندي برنامج خصص لي في الذاكرة المتغير إكس كسنجل، إكس بيساوي 100 تكست في تكست 1 تكست بوكس 1 دوت التكست. لو القيمة المدخلة أكبر من 50 يبقى ناجح وإلا تخرج من البرنامج، انهي البرنامج، يعني ما اعطانيش غير احتمال واحد. نعم، ما هو الغرض من البرنامج؟ هو ادخال درجة طالب ويطبع كلمة ناجح إذا كان أكبر من أو يساوي 50. يتم تنفيذ البرنامج إذا وقع الحدث، الحدث اللي هو كليك، هذا هو الحدث. نوع المتغير يبقى إكس نوعه سنجل اللي هو عشري. تشير كلمة 100 إلى النموذج الحالي، إذا لم يتم إدخال قيمة 50 في الصندوق يكون ناتج التنفيذ هو ناجح. إذا تم إدخال قيمة 50 أو أكثر يبقى ناجح. ثم أكمل نفس الطريقة، بنتكلم على نفس الجملة وبنفس التكنيك الخاص بيها. ننتقل بعد ذلك إلى سؤال آخر، احنا بنتكلم على عينة من الأسئلة، استطعنا إن احنا نلم هذه الأسئلة مع بعض بحيث إنها تغطي، يبقى بيديك برنامج وبيسألك عليك هذا السؤال وحضرتك بتجاوب على هذه الأسئلة. نفس الوضع لو جينا هنا هوت، ادي عندي كود بيقول لك الكود التالي، فين الكود ده؟ لازم يديك كود الكود التالي اللي هو قبل التصحيح، ده الكود اللي فيه خطا وعايزين نصححه. خصص الاكس كانتجر ماشي، الان المتغير ان بيساوي 100 تكست بوكس 1 دوت التكست تمام. لو الان مود 2، لو خارج باق خارج القسمه على 2 بيساوي 0، المسج بوكس الرقم زوجي والا الرقم فردي. ايه الخطا الموجود هنا هوت؟ يبقى الاول مش هخصص اكس لان حضرتك اعلنت عن ان، يبقى اقول له دايم خصص لي ان ناخد بالك ان هنا بتخصص في الذاكره مش اكس بقى، وبعدين بترجع تديله قيمه التخصيص، يبقى هنا هو دايم ان خصص لي ان كانتجر، الان بيساوي كذا كمل، وبعدين اقفل ان مود 2 بيساوي 0 ذن والا، وبعدين في النهايه لازم تنهي البرنامج باند اف. يبقى الاخطاء الموجوده في هذا البرنامج ان حضرتك كتبت متغير مش موجود تمام، يا اما انت تغير كل ان تخليها اكس، يبقى احنا نخير لدي ان. تاني حاجه جمله اف لازم وراها ذن وفي نهايتها خالص اند اف، يبقى ده خطا شائع. وبعدين ادي عندي جمله تراي كاتش موجوده اهي، وفي مجموعه من الاسئله عايزكم حضراتكم تطلعوا عليه عشان تعم الفائدة. بعد ذلك نأتي إلى الفصل الثالث، أوامر التكرار والإجراءات. قيمة M بعد انتهاء تنفيذ الجملة بيقول 4 لكل M بيساوي 3 2 1، يبقى هنتحرك من 3 إلى 1 step minus 1 وانت نازل، يبقى 3 2 1 هو 0، يبقى بعد تنفيذ البرنامج بالفعل هتوصل للصفر، هذه العبارة صحيحة. في حالة عدم كتابة ستيب مع جملة فور نكس فهذا يعني أن قيمة الزيادة صفر افتراضيا، لا الافتراض بتاعي هو أن قيمة الزيادة واحد، يبقى فور ونكس وما كانش في ستيب يبقى قيمة الزيادة واحد. كلمة نكس تمثل بداية التكرار وكلمة فور تمثل نهاية التكرار، هذه العبارة خطأ
حيث أن فور هي بداية التكرار ونكست هي نهاية التكرار. يمكن الخروج من الجملة التكرارية دو وايل بناء على تعبير شرط هذه العبارة صحيحة. يتوقف التكرار في جملة دو وايل عندما تصبح نتيجة الشرط ترو هذه العبارة خطأ، لأن بتتوقف إذا كانت فولس. الأمر مسج بوكس 3 أمبرساند إكس أمبرساند 3 بيعرض صندوق رسالة به 9 هذه العبارة خطأ، لأن هيعرض صندوق فيه 3 ضرب 3 يبقى العبارة خطأ. أمر الدوائر اللي يستخدم في حالة عدم معرفة عدد مرات التكرار هذه العبارة صحيحة. الإجراءات البروسيجر هي عبارة عن مجموعة من الأوامر والتعليمات يتم تكرار عدد غير محدود من المرات العبارة صحيحة. الغرض من استخدام الإجراءات تكرار كتابة كود معين عدد من المرات هذه العبارة خطأ. مجموعة الأوامر والتعليمات التي يتم وضعها تحت اسم معين بيطلق على دالة فانكشن هذه العبارة صحيحة. نأتي بعد ذلك على نوعية أخرى من الأسئلة، وزي ما قلت إن الفايل ده هيكون موجود في خانة الوصف أو الديسكريبشن. اختر إجابة صحيحة. الغرض من استخدام جملة دو وايل هو الغرض هو تكرار الكود طالما كان الشرط ترو، يبقى دي الإجابة الصحيحة. في جملة دو وايل لوب يتم تنفيذ مجموعة من الأوامر التي تتري الشرط إذا كان ناتج الشرط ترو. في جملة دو وايل لوب يتم تنفيذ الأوامر التي تلي كلمة لوب إذا كان ناتج الشرط فولس. تمام. نأتي بعد ذلك إلى نوعية أخرى من الأسئلة اللي هي أكمل جايب لي مجموعة من الكلمات ومجموعة من الجمل. للربط بين السلاسل الحرفية هنربط عن طريق الأمبير ساند اللي هي علامة الأند اللي احنا بنسميها الأمبير ساند. أداة إيه تتيح لك أن تنشئ وتعرض قيمة من العناصر، هي ليست بوكس. تستخدم دالة إيه لعرض رسالة مسج بوكس. الخاصية إيه تستخدم بإضافة العناصر، الخاصية أيتيمز. الوسيلة إيه تكون بمسح البيانات، الوسيلة كلير. لمسح محتوى أي أداة نستخدم علامة التنصيص دبل كوتيشن. ثم بعد ذلك بعض البرامج ويكون عليها أسئلة زي نواه تخصص المتغير M كانتجر كرقمي، M بيتحرك من 1 إلى 3 1 2 3 وبعدين مسج بيعمل لك الرسالة بتاعت M ثم Next. عايزين نجاوب على هذه الأسئلة. يتم تنفيذ الكود عندما يتم، يبقى نتكلم تقطع الحاجة عندما يتم الضغط كليك على أداة التحكم اللي هي بتون. يبقى أنا لما أضغط على أداة التحكم فبيتم التنفيذ. يتم استخدام امر ضيم للاعلان عن المتغير من نوع انتجر. يتم اسم المتغير، اسم المتغير عندي ام. قيمه بدايه الحلقه هي 1 والنهايه 3 وقيمه الزياده افتراضيا طالما ما اشرش الى ستيب هي 1. يتوقف تنفيذ الحلقه امتى؟ عندما يصل الى القيمه 4 لانه اخره 3. الكود الذي يتم تكراره هو المسج بوكس ام، هو ده اللي بيتم تكراره. وهكذا بالنسبه لباقي الافكار اللي تم توفيرها لحضراتكم. نأتي بعد ذلك إلى الفصل الرابع. نأتي بعد ذلك إلى الفصل الرابع من الفصل الرابع اللي هو التعدي الإلكتروني. ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة إكس أمام العبارة الخطأ. التعدي الإلكتروني هو عبارة عن سلوك عدواني متعمد باستخدام الوسائط الإلكترونية للتحرش أو إحراج أو تخويف. هذه العبارة صحيحة. التعدي الإلكتروني يتم من خلال وسائط إلكترونية مثل مواقع التواصل الاجتماعي. العبارة صحيحة. التخفي الإلكتروني يعتبر صورة من صور التعدي. العبارة صحيحة. التحرش والتهديد من أهم الوسائط الإلكترونية المستخدمة في التعدي. هذه العبارة خطأ. المضايقة أو الابتزاز من أشكال التعدي الإلكتروني. عبارة صحيحة. سرية حساب شخص في مواقع التواصل الاجتماعي وبريد الإلكتروني أحد المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها عبر وسائل التواصل الإلكتروني. عبارة صحيحة. مواقع التواصل الاجتماعي تساعد في التعرف على أشكال جدد يفضل مقابلتهم لتطوير العلامات الاجتماعية. عبارة خطأ. تمشي مع قواعد الاستخدام الآمن، يفضل أن تضع كلمة مرور سهلة. هذه العبارة خطأ. الاستثناء الإلكتروني يعني تتبع شخص معين في كافة وسائل التواصل الإلكترونية. هذه العبارة خطأ. الملحقة الإلكترونية يقصد بها إرسال رسائل إلكترونية تحمل تهديد لشخص أو أكثر. هذه العبارة صحيحة. نأتي بعد ذلك إلى أجب على الأسئلة التالية. اشترك أحد الأشخاص في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كلما راسل احد الاعضاء او حاول اجراء محادثه فوريه لاحظ عدم الرد. احنا هنا ده بيعتبر، عايزين نوصف هذه الحاله، ده بيعتبر شكل من اشكال التعدي الالكتروني ويسمى الاستثناء، ولازم نقوم بمواجهته بعدم ارسال رسائل الكترونيه. طيب اشتركت في احد مواقع التواصل الاجتماعي وفوجئت بتهكم احد الاشخاص على مصر والحديث عن رموزها بشكل غير لائق. يبقى انت دلوقتي لازم تعمل احد التصرفات الاربعه التاليه. تناقش هذا الشخص عن سبب حديثه عن مصر،
توضح له أهمية الوطن، توضح سلبيات والإيجابيات، إذا ما كانش مقتنع انهي المناقشة معاه. نأتي بعد ذلك على الموقف والرأي، ودي آخر حاجة في شرح المراجعة. وضع كلمة مرور سهلة الاستنتاج، الرأي خطر وتعرض الحساب للاختراق. نشر شخص الاسم الحقيقي وعنوانه ورقم تليفونه عبر الوسائط الإلكترونية خطر، لأنه من الممكن أن يستغلها ويستغل البيانات الشخصية بشكل سيء. إنزال أي برامج تتاح لك على الإنترنت خطر، لأنه من المحتمل تكون فيروسة. الرد السريع الغاضب على تعدي قد تتعرض له عبر الإنترنت، من الأفضل أن تتريث ولا تكون غاضبا. حذف جميع الرسائل التي تمثل تهديد لك غلط، عدم حذف، ويفضل عدم الحذف، لأنه يمكن أن تقدمها للجهات المسؤولة لاتخاذ ما يلزم. أتمنى أكون من خلال هذه المذكرة اللي هي 15 أو 16 ورقة قدرنا نلم فيها المنهج كله، مطلوب إن إحنا نطبعها ونقراها، وإن شاء الله ربنا يوفقكم بالتوفيق دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.